education platform. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دو هذا كانك وحبرش قلم وغبرة عشرة معلمين سو جيدين يسو وأبو بكر سيد عمر معلم كسو جيدين هاي مادة التاريخ ذا هذا وحن كجرنا التاريخ ذا دوكسي كسر قار أهان فصل كسدحات أما واحد لو يقان فوم تري عطب كيسة أفراد أيام كجرنا عشر كيسي لبات وحن سو أرقني Somalia oo gumeysi model lagu hayay laakiin dad badan oo Soomaali ah ay ka dhidhiyeen gumeysiga ay u kaceen markii inay dalka ka saaraan ama difaacaan dalka ay ka saaraan gumeysiga waxaan ugu horeeyay culimada kadib waxa ku soo biiri doono dad culimo aan ahayn laakiin wadan jacayl u hayo marka hadda waxa soo dhawaatay muddo wixii la gumeystaba إن نمكى مستعمر كأي أم استعمار سنة مركي أركان إن الحوج لجوهين كرين دت عن رالي أهين ونكر استلقلت دجالمي وحي مركب بلابين إن أقول هذا إن سومالي إما ذهبناني هشو أرين تاسن وحي بلابة مركي تليانجا وأسنر دور ودن جمي سنة مركي للجبيي دجال كلابات أدونك wasiiradi arimaha dibadda ee dad dawladdu adkaaday waxay ka tashanayeen kulan isku yimideen maxa laga yeelaya dhulalkii ugu meesan jiray talyaaniga maashas markaa waxa laga fahmay dhulkaas inuu san talyaani si wadi karin gumeysi kale la gelin karin marka in ama ayooda ay ka tashadaan ama dawlad ay ku biiraan ama qaramada midoobay ay hoos tagaan waxyaabahaas laga fikiray Soomaalidu waxa aad u sii dhirigelisay khudbadii وزير أريمه دبّد إنجليز وكجدي برلمان كود ويرى سوماليا إن بذح برنامج ذا ذهشة وحب إنجليز كم قبض هدا كبير رئيسه قرمة مدوبة هدا دولة كلا كبير رئيسه هدا أي هوس إيمان رئيسه حكومة أو أساس ربيع أو إنجليز ك مركا يديله حتم مركا إن رئيسه عارف رئيسه إن مركا بذح برنامج سومالي ذهشة مركا غاب كي إنجليزنا يقدر رغاقي للسمي هدا إلا يرى وحن وحقبت كشنات أيام متقارنة كسعونينا وحا عن كوبينا أركتيد حزب لنيارة الصوماليات وكقبي قدق أفرقية السودكا قرامة بدو بوحي صوت درين أفر دولة دوت أو قدقة ووحي ربان مركا إني أغادان حقيقة رادي سواي ليري شعب كان حربا قبل نمد والسين دونا لكن سدو ربا موضوع ربا إنه إسكيس أتقنادو موضوع ربا إنه قرمدو بدو بهو سيمادو موضوع ربا دولدهان واوين متك وحا صوتن أي حقيق رادس مركو حي ربا إنه أروريان أركسيد الددك هدونا إوقود بيان قرمدو بدو بي ومركي أغور ريسي أو حزبيغا وحزبيغا أو إسوائل يرادو لكو المو ربات السياسة ديت وليسا كويمت محاوي عليس كاس سيد الله وجهه لها قد كان أفرت دولة ذات كوابن إصاب بوقان دونه ذلك وحقه وانا إسو سوير لما وكي لدي سو جوغ ذلك قبل أكل هاي أيوم التقانا أردن هل يماذو يري سي قوان كوها بون لوغا قاتو لونا لهارتاقو قد كان هل عد أو مديسان وحين إسكو راعين وفي سيدي لما إسكو يمد أو إسوائل إن دولدهان أفرت دولدود أو وذي الجرة أي صوماليا غارسيان دولد نمو هذا سفيع أو فرس إسوائل حفيسي ديد يحبنا هاد أوردن وحيسكو راعين أفرتان دل إن لهوزقية صوماليا إلا أي قبن نمكة هاشو إنجريس إيطاليان يوحاس فكرة دودكو مجرين حاج حسين أو أها قدوميها حزبك إسوائل أيانا قدّي أسر جيدي أركتيدا حزبيغا أنا أساساً قبناه يوري إلا قدّي أمحو لكل ما يدد بضان ولكل ما عذابك لا جرتو ددك لا جرو مركا حزبيغان لكن أغوين أو إسوائل وحي قبان أركتيدا أنا عدك لمن ربنا تليانين واسو أرقني إنجريسين واسو أرقني وحفا إلي إليهن مالي
guddigan afarta dowlad ah hana la hoos geeyo okay sida ugu dhaqsiyaha badan oo aan wax shuruud ah lahayn in madax bannaani buuxda la siiyo dalka wax shardi lagu xiraay ma leh waxaan ka rabnaa guddigan afarta dowladeed ah bila shuruud in mataqaana ay ogolaysiiyaan qaramada midoobay in dalka la xoreeyo إن شنت سومالي ما هي كفر إيه غوي إيه ما شنت سومالي أي كجرتو سومالي ده هاد هاستك تمحو إثيوبيا يكو هاستك تمحو هاي إيشك إيه كينيا يتن هاد جيبوتي له يتن متقارن إيه وقوي عن سو أو أرجيسي يقبل داس يكفرت شنتاس أول بشنتاس على كسي إيه إن شنتاس لغو مدايو هل علن هل علن وشردي قلبات شردي كود حواي وح شروط إيه أو دخسي إن مدح بناني لوسيو سومالي ده لابو شن تود أو الكلقيبي أو فرنسيسك إنجليزك إيطالياني هوري أقرب سدان إن هل علن لهوس كي معنا إيه مدوبان وي إن تلياني وصل مركل هرت تلياني هم يا من على تسين اليور تلياني مركل وصل كسر نقول دلكا سكست بها آتاليور وأنا صار نقول دهنا ياب كودلاي لكن ده كان موقف إيجار حوالي تلياني أنا لوسو علينا سكس تبع أهاتو إن سوماليا لوس جيو قرمة المدوبي ما دولة إيو قبل إيو ما هذا حبينا كتاه قرمة المدوبي مدة ثمان سنة أهنا حقو ما دام مدة دير لوسو جير هالجن إيو بل إن حقو ما ملك إيو حسون لقف سوء قرشي دولة نمو لنا هلا دولة مدح بنان مرك أي مدة داس دماتو دولة مدح بنان وأن لا تلينا وأي سو تلينا إن لهلا هو سوى جيرنا أفوليان دولة هان أفرتن دولة أو لا حل سار سوماليا سوى جير أرنتان أفوليان سو أذنك جود متين أرامي مدة مدة سو حل سارنا أرنت أسك شقايا ليري مدح بنان دخسلة إن شنت وقتي شنت سومالي لسكانه إن دولة مدح بنان أو كحرودي استعمار كله هلو أنت حاجو قد بيالير مركي حزب قدي ذا إنجليز كا إن لو حير قرا مدح مدولة سومالي هلوزكي مركو قدي ذا إنجليز كا دولة جارسينتا سوماليا السبب أو وحي لينا يو تناها سومالي ذا إيريا ما كان حواي ضد خاصة كحريرة وين إنجليز كي سوال والاي أو دهاي أنا سوماليا إن حر ما قادت وحبك ما قبل وسود ويننا هذا مركو أركي إن أسيق أن سود ويننا وحب الله بيت الله عدو تنماء وكل دعوة عايو دهناها سومالي محسمي تلياني هو كله شيء تلياني جي أيسنا بعنايان أيو كله شيء إن أوقع عن كسينا يو وإنجليز كي هال إريواي إنجليز كي وحوقع عن سين دونا تلياني سيدي هو نقول لها سوماليا مرات قضى بدن ما حكوا جري تلياني مردم يعني لو كان سكة استوى أحد لكن هذا إنجليز كحد هاي أنا ما لي إديدها أنا قاعد عن كسينا يصير الصومالي أول نقول له يتمرك قريب وين أو دول كصومالي ذا أنا وح أوسي فير ربشت أو سمعنا فير دول كصومالي ذو حبشي ذا سي تلياني إنه صار نقض حبشينا وح صلهم حرر بير إن لسكو قبصده دول ذا هر رجال بيتك أو عن ربين إن ميدو السوفيت وروشكا وسوفر قشت أرمها جيس كأفريكا أي دورتين تليانيا إن وصوماليا ما كان رجل بيت كوعي دورتين أيوة كعرر راي مدو السوفيتي اللي مبدأ عن اسكو الدنيا مدو السوفيتي وشيوعي كان وحنتي قاصد مركا اسمه ربان تليانيا مركا إن وصوماليا جارسيو مامل دولة نمو إن كستو أيدد وينه دي دنايان أرنتاس سوماليا اللي هاي أفتح الله قاضي وح إيران الله سمينا وبين النقطتي وح أي إيش الربين بالوقص بايا تلياني إن عين أي ربع إن لوسو علي وح قامت كل حد وح أنصار ساري حزب يدي كله أن هين كي دلني يرى سومالي حزب يكلا سمي سمي وهاي المركان وح الربع ودن كي دولة نمو إن لجارسيو مرك أحزاب هذا أركتان حتى هذا وقت كان الجواب أحزاب إيو وحاس إيو ودتك وحي ربع أحزاب إنه فرتان ومتقن أحزاب فإذا مرك إلا ذم حاول ولا ترتمى حزب كستو حصابا لقى وحقبا لها كي مركز اللي جعل ليشتو أما الله أرك إنه حقبنا على دورنا ساس وهي أحزابتي
دانك كله وحى أساس مثلاً كي كون سجال بقول أفرتن إنتو دوادي والله بس أنا كذب بركي أو أفرس أنا كذب حزب جبلات أو هجامينا يا شيخ عبد الله بغدادي أو له وجدوين كسوة سعودة حزب يا كفر مي أو جبلات سمين دولة فدرالة عشان سفع أوفرس وكون سجال بقول أفرتن إنتو دوا مركز على هذا الهاي وعن هذا مالك استلشش أو فدرال كه dad kana codsadeen waxay dhahayaan dawlad federaal ah oo ah dawlad dhexe ha jirto laakiin gobol kasto sida hadda la sheegayo inuu yaan howlis u madax banaan yahay maxay yeleey waxa la arkay hadii wadankii hal laga dhigo waa hagar iyo waxa imaanaysa iyo maxa iga jira iyo laakiin qof kasto gobolkiisa markuu hagaagsado saas amal ka wadan ayaga laakiin hadii si xun loo fahmo sida hadda socoto federaalka waa jira adduunka waa ka jira laakiin hadii si xun loo fahmo si xun uu noqonayo وهاك ربنا هدين دستور كل سن أود باهن حسوين كسوس عدا إن شاء الله قادم دورنا نظام معاملات كالدنيا ذك جرو دولة باسن هي دولة أو لح أو حجرت أو وده ما ذكر كود وأرك دورنا أود باسن محل هذا أمرك فدر الكمرك اللي قاتو قبل كستو وهو يعني هو اللي هي سجار كأيو خبسنا أود يسوى باسن تاي مثلا هذا لما قارن فدر الكواليس كش الشيء لكن فدرال waxaa laga wadaa ninka bay dhaba joogo ama ninka gaalka ay joogo wixii uu xamar u soo aadi lahay inay meesh u yaalaan passport uu raba bay dhaba lagu seeno halka uu raba bay dhaba lagu seeno jaamacad uu raba meeshiisa waxa soo dhan waa federaalka sheegay bimaana qofka federaalka ah wixii uga baahnaan lahay dawladda dhexe waa in looga fududeeyo gobolka uu joogo laakiin wali lama gaarin ninka bay dhaba joogo inta uu uga baahan yahay passport ninka joogo mutaqaana Puntland inta uga baahan yahay arrimaas markii loo gudbaa la dhigi kala federaal way laakiin hadda wali waxa way magac ahaan u jiraa ma ogeyo ficil ahaan uma jiro marka awooda markii la baahiyo gobol kasta inuu ismaamulo bimaana ismaamulo maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa gobolka masalan bay dhaba kasoo qabo ambay ninka gudoomiyaha uu noqonayo xamar lagama magacaabay gobolkaas ma magacaabanay waxaan rabnaa Sadiiq waxaan rabnaa Abubakar Heblu ayga dhahay laakiin inta warqad ordayso xamar laga diro oo Sadiiq ha laga dhigo waa ama waa gudoomiyaha gobolka Bay oo dadkan ay ka seen ama ay rabin dhib ay leedahay marka waa in la gaaraa taas awoodda madaxweynaha in la soo koobo madaxweynahan awoodiisa iska ballaaranta wuxuu rabaa sameynayo in lugaha la qabto oo la xadido ayay rabaan waa talooyin aad u fiican ahayd laakiin yaa ku socda talyaaniga oo aan mar kale ku soo noqon dalka dawladnimo gaarsiinta loo dhiibo gudiga afar geesoodka tii hadda aan soo sheegno way anaga talyaani ma rabnaa dhahan gudigan afarta dowlo oo ma taqaana ee aan rabnaa in la qaato siyaasad dhexdhexaad ah berigaas waxaa jiray laba quwadood oo iska soo horjeeda hadda halay noqotay waa quwadda Mareykanka hadda kuwa soo babaxo ayaan laakiin berigaas waxaa jiray quwad uu hormuud u yahay ama horjoogo u yahay Mareykanka iyo quwad uu horjoogo u yahay Ruushka oo shiyuuci iyo antigoosi kale ahay way marka qoladaas qolabtii ay dan u aragto ayay ku biireysay Soomaaliyo kale markii kacaanka uu dhashay isla markii waxay ku biireen midowga Ruushka ku biireen waa tii hanti wadaag la qaatay marka qoladii is leeyahay aday dan kugu jirtaa qofka gala marka dhexdhexaad inay ahaato way lagana fogaado isbahaysiyo kadib marka shuruudahaas waxa iska leh xisbiga hadda sameysmay kadibna waxa uu isu bedelay sanadkii 1918 sano camal ku dhawaad xisbiga dastuurka madaxa banaan la dhaa xisb ad-dastuur al-mustaqil oo ka soo horjeeday xisbiga aqlabiyadda xisb waxa jira aqlabiyad ah intii u dhaxaysay xilligii dowlad gaarsiinta ilaa maamulkii rayidka laga soo gaaro oxorjan waxa xusid mudan in fikraddii federaalka oo xisbigan soo keenay ama soo aasaasay ee uu xisbigan ku baaqay waqtigaas goormay ahayd 1947 ahayd waxa la hirgeliyay 6 sano kadib markii ay dawladdan Soomaali hadda joogto qaadatay hanaanka federaalka sanadkii 2004 6 sano kadib ayaa waxa loo baahday in federaal lagu dhawaaqo nimankan waxay soo jeediyeen waqtigaas oo 6 sano ka hor ah
هذا حن مرة هنا أمريكا عشر كان سؤاله سان مرة هنا أمريكا الله سواك وابنا وحن أجاني إن سوماليا أمريكا أت أورد على أنت جوميسيكا جوميسيكا إنه أركي إنه سان لودين كرين أما كجيري كرين أمريكا استدقال إلا جوميسيكا وجهد أسعدا بروح قداس خيرات كاس وربا أمريكا دقال فإذا أكو قبل ماله أمريكا وحن أنسدي in Soomaali gobolniman la gaarsiyo waxa ku tartamay marka ingiriiska iyo talyaaniga marka qaramada midoobay waxay soo direen guddi horta soo ogaado dadkan maxay rabaan ingiriiska ay rabaan talyaaniga ay rabaan dawladda kale ay rabaan maxay rabaan waxa marka soo baxday in horta talyaani xaq iska dhigaal yiri ingiriisna ma rabno waxaan rabnaa dawladahan oo xaqiiqo raadiska ah wadamadaas afarta ah ina hoos tagno ilaa inta aan gobolnimo ka helin ingiriiska markuu ogaaday marka adaam dawlad weyn uu yahay in uusan ujeedadiisi san ku heleynin wuxuu shitaaray ama uga cansi talyaaniga si uu mar labaad talyaan ugu soo noqdo firiya lagu mar hore inuu u socoto talyaan maxaa soo celina dadkan waa sheegtan waxay rabaan afartan dawladood aan rabnaa inaan hoos tagno maya talyaan ingiriiska wuxuu ku guuleystay talyaaniga in uu mataqaana gacan ku sii inuu dalka ku soo noqdo saasoo marka talyaaniga ugu soo noqday 10 sano ayuu sii joogi doonaa haddana ila lixdanki laga gaaro oo gobolnimadii toos loo helo laakiin 10 sano maamulaya oo wuxuu rabaa uu ka dhameysanaa marka su'aalaha waa isqiimeynaynaa waxaan koobeynaa xaaladda uu sameysmay dhaqdhaqaaqii wadaniga ee koonfurta waqooyiga waa aragnay koonfurta soo u sameysmay waxaan kaloo taxaynaa ujeedooyinka xisbiga midowga dhalinyarada soomaaliyeed SWL waxaan falanqeynaynaa xiriirka SWL uu la lahaa talyaaniga waxaan kaloo ka soocaynaa xisbiyadii ka soo horjeeday xisbiga waxaa jira ka soo horjeeday SWL waxaan soo koobaynaa xiriirka SWL uu la lahaa Ingiriiska waxaan sheegaynaa sababihii loo soo hormariyay xilligii madax banaanida Soomaaliya xisbiga soo socda markii waxaan ogaan doonaa Soomaaliya waqtiga loo qoondeeyay in gobolnimadii la siin doono lagu dhawaaqi doono laakiin waxay codsan doonaan in la soo hormariyo iyo sababihii kaanta aan arki doono dulayda waxaan galeynaa عشر كيس دهاد إسل عتب كان ها ودق دقاقي ودنك أي وقوي وقوي عشر كان مركب مركي أن لما يسون دول هرب حان وقانا هنا حالة هي كوس ما يسمع دق دقاق ودنك أي وقوي كوفرت واسو أرجني تح وجدوين كأورور كي ودنك الصومالية أي وقوي أوركر اسم حقه فلان قينو مدن مدي لبذا جبل لبذا جبل كوفر أي وقوي dalka Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed oo lixdanka isku iman doonaan hal dawlo inkastoo hadda ay kala go'een sheego xisbiyadii kale oo daniga ah ay ka jiray xisbiy kale jiray wixii qadiyad ay waxa waa ilaalinta Soomaaliya waa qadiyad weyn way Soomaaliya in la ilaaliyo ururka wadaniga asna qadiyad weyn madax bannaani sideedaba arrin aad u weyn waay xirfadaha qoris maqaal iyo falanqeyn casharkii aan galeynaa ninkan waa taqaaniin maxamed xaaji ibraahim cigaal aldhaha ومرنا وحو أها رئيس الوزاري دلك صوماليا مركز دنبنا وحو نغضي مدحوينه وقوي أما صومالي لان قولاد الله مدحوينه هو الرئي مركز أسيقنا حزبيو حزبيو سمعي واقس سورك إساق واي مركز حالة بود بودا وحقبت كواد مركز وحان شيئا حالة ده وكو سمع اسمي نغلغيد ودنيا وقوي dhaqdhaqaaq wadaniga ee qoyiga waxa uu ku soo aaday xilli ay soo baxayaan dhaqdhaqaaqyadii wadaniga ee dalka uu ku soo baxay yaani sideedaa dhaqdhaqaaqyada wadaniga koofur haddii ka bilaabato qoyin inay ka bilaabato kuwaas oo markoodii hore ku bilowday qaar ururo samafal iyo bulsho markii hore waxay ahaayeen dadka samafal inay u sameeyaan ama bulshada wax u qabtaan oo raidka ah laakiin markii dambe waxay isu bedeli doonaan dhaqdhaqaaq wariye maxamed jaamac urdoox waa nin wariya oo caan ah waxa uu asaasay xilligii ingiriisku ilaashanayay ama gumaysanayay waqooyiga soomaaliya sanadkii 1935 waa wariyahan waqooyiga kasoo jeedo wuxuu sameeyey urur samafal ah urur xisbi ma haya urur samafal ah isaga oo erga hogaaminayo wuxuu tagay london oo wad ariga ingiriiska sanadkii 1946 yacni sagaal waxa waaye toban iyo kow sano si uu
وقعد صدى مدح بناني لأن دولتها دولت وهم حول كوي استاندل كمرك إن لقعد صدى واي ولا رد يعلمي لكن إن سنة كي يكون سبب غل أفرتن إشنتي وح أساس مي أوركي ودنيا سوماليات والرداس وسكوس وجدة وح نحسم كت نحسم اسمي حزب أورك ودنيا ومقاعيل لا وح نكوريرن مقاعيل بحنا أورك ودنيا أورك ساس ليه كون سبب بقول لكن وح وعن سن ولوريرن كي أو إس وإل لكن أنت كله ومرب مقاعي وحاس أي لين كون سبب بقول كونتن يكودي محرك حل الشباب وجدد إن فهمت مش ضروري يعني إن أورك ساس إيو مقاعيس أكوريرتن سأي أجاران وجدوينك أورك أو سمي كو وحبرشاد إيه هرمركة ولا ليفرق ليه ده كجهل إن لقى سعره ذلك أول مدايو ولا كستو حسكر عصنت ذلك إن لمدايو لقونا حريه سوى فقس الإسلام وهذا سيد الله فعلنا في الإسلام قال ربي قبيالة أول باب إيه قط بعد وفي في عنوى وصومالي وحترس كو إن ده كوه حلبرو لابو إن ذلك لمدايو وإسلام كله وافجيو هي إن قبيلة دي لبابية. دغدغاق السياسة ديت أورك وأكوبنا أور إسكا كوبنا سيد أسوأ العمل وذل كورن كفرتين متقارنة حفيسية إيو يعني كون إسكا كوبنا أسوأ الكل وين وين. إسبدل إسبدل لنا كجرا كفرت أول. هذا هو صوت هو هذا حلقي لسين لها مدح بناني ده إنجليز كأوبل لنقاذ إن وقبلت وقوي وقوم يستسين هاي أصلا مدح بناني هاي المسيح جوي كران لم يدع تن كوفرت كوفرت دي لسيو تم وحالن وعلى السينة ولي بحصوها المري دونو إنجليز كأوبل لنقاذ كيسة كو بلابا وقوي حين نقوه ريان أفر مع الموت سيدة على سعطان وحانا إلى سنة كي كون سيقال بقول كونتان إنتو دبدي هقان كأوهايي كوح دلين يرى أو الدنيين دلين يرى لهن وجدوين عصب وأي كمدين وجدوين دلين يرى محاوي وحن تحيا وجدوين كأورك والدنيك الصومالي وغوي حزب أورك كان وغوي أوكي أصير ولا منا قال لي هذا أوركا مركا أوليلي أوركا ودنيك الصوماليات وحاو كد اسمي وعرقني وريه وردوح مركا دلنيرا مركا واقا سيدة دلنيرا وبدنا الحزبية دلن محيربان مركا وجيه دوينك محاول ماذا حبناني بوحدو ماذا حبناني بوحدو وان وح شروط الحين وح لوح راي مالي وإن لها لايدين شانت قيبات مجدد أرر كستو حزب كستو أنت عن مكتجاي شنط قيود الصومالية أو هل علن الهوس كان تدك واجس جو واحد مدة إني كف عين تدك هذا الجو أو ظن إني ماذا أد وده ريد محيلي مركستو صومالي إني سنكل التجين هاي إن كر لوق هذا النلاشة عيشة تقالها أنا الكبعيو أقول لا أنت و وتيه دايو كل حزب جهر لباب إيو لا نفع في وحبرشة إسلامك ما أنت ملود لعكرا أنت إن لشاقو قال ذي على عبسنا وحبرشة إسلامك يتعلم أنت عصري لا والله لسكت درو إسلام كنا ندك اللي برو وحبرشة أو ما درين كنا اللي برو أما علمي كده إن قبيا لدة فيري وعقبتك سيدة يا دوا كلمة ده هذه مهمة ته سومالي وحلاري قبيالة دلال دلال كهانجلي كان لس ديشجلي أما لالد ديرو دلال هذا هل جنكا لالد ديرو أوكي سنة تكون مركو كون سجال بقول كونتن السجال إنجليز كواحة وكوب باقي إن دورشو لغو صاحلة يحبني بارلمانك مركو رح حل بانا ذا الصاحلة حلو بانس مركي سوي مادين وحي دورنا عين مركا ماذا حدا إيو حاسي دورنا عين مركا وإن لسمي هوري بارلمان بلك وقوميستن لغا سمي إيادة أو ست حرقة لوغو ترتمى يبق طبان يسدح كرسي انت هرتين أو صدن حبنود عين وطلياني تلياها عين إنجريسكا
kusoo magacaabayo ilaa dadkiisu rabo inuu ku darsado saraakiilsa sare ee maamulkiisa Soomaalidu waxa loo ogol yahay 13 kursi ama 13 xildhibaan iska dhig ninkan wuxuu ku darsanaya 3 xubnood haysku noqonayaa 43 marka wuxuu rabaa inuu ku darsado saraakiil sare oo maamulka ingiriiska ingiriiska ilaa qoy ingiriiska aan mutaqaana waxaana qaabka doorashadaasi diiday in ay ka qayb galaan xisbiga ururka wadaniga waxa dheerna ma anfacdo in 3 u qaato anaga 13 aan qaadano kaliya waxa is diiwaan geliyay 2500 oo qof waxaana 7 kursi ka helay xisbiga jabhada midowga markii la tartamay xisbiga kale waxa halkan wadiideen xisbiga wadaniga ururka wadaniga wadiideen laakiin xisbi oo jabhada midowday la dhaho ayaa wuxuu helay 7 xildhibaan ama 7 kursi baarlamaanka ka helay oo xiriir toos la lahaa gumeysiga wuxuu ahaa urur ama xisbi xoogow xiriir hoose la leh gumeystaha taas oo keentay in ingiriiska sameeyo guddi xaqiiqo raadis ah arrintii markii la arkay oo ku taliyay in doorasho kale la sameeyo guddigu wuxuu dhahay doorashadan lagu ma qanacsanayn doorasho kale la sameeyo iyo goola ka kooban 36 xubnood 33 ka mid ahna loo tartamo 33 horta waxaa iska leh gumeysiga kan 33 in loo tartamo saasi ku taliyaan doorashada hal galay dhayn kii hore wax ka jira malee kadib markii xisbiga ururka wadaniga uu ogolaaday inuu ka qayb galo doorashadan waa ogolaaday maxay leh way badan tahay fiiri 33 waaye 33 waxaa iska leh gaalada waxa la ku leeyahay 3 kii hore laakiin maxuu ahay 43 43 kursi lagu lahay bis wuu ogolaaday inuu ka qayb galo waxaana isdiiwaan geliyay 37,000 kii hore maxuu ahay 2500 bis 37,000 oo cod bixiyayaal ah inta baa ka maqan naaqibiin waa dadka codaynaya leewaya dadka la dooranaya ma 37,000 wax dooranaya ma leh waxa uuna ku guuleystay 20 kursi sidaasina uu maxamed xisbigii waxa ku dooray ku guuleystay oo ninkii ahay xisbiga ururka wadaniga oo ninkii la yiraahdo maxamed ibraahim ciigaal ka tirsan yahay ayaa wuxuu ku guuleystay 20 kursi sidaasina wuxuu maxamed ibraahim ciigaal oo ahaa hoggaamiyaha ururka inkastoo ninka hore alif laakiin gadaal dambe ku noqday hoggaamiyaha xisbiga dadka aqlabiyaha hadda dadka tirada badan ee baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha gobol xaq wuxuu ka noqday ra'iisul wasaare waqooyiga ciigaalka inta aysan midoobin labada gobol markay midoobeen wuxuu noqon doonaa ra'iisul wasaaraha qaranka oo dhan intuu ku bilaabay ra'iisul wasaarnimo waqooyi kadib wuxuu noqday ra'iisul wasaaraha dalka oo dhan xisbigiisuna waxa uu ka galay dalka oo dhan kaalinta ku xigta xisbiga aqlabiyadda dhinaca kuraasta baarlamaanka aad uu aqlabi u noqday yacni dad badan balse markii la midoobay oy midoobeen waqooyi iyo koonfur waxa uu ku milmay xisbigii SYL hal xisbigan aad u weyn sidaas awgeed doorashooyinkii la qabtay 1964 oo 4 sano kadib markii xornimada la qaatay ma uusan helin wax ka badan hal kursi ninkii dhamaay oo ra'iisul wasaaraha noqday hal kursi bas oo helay ninkii dhamaay oo ra'iisul wasaaraha waqooyi ka noqday marna ka noqday koonfur markii la isku darsoomay doorashadii 1964 waa 4 sano ilaa madaxweyne 4 u hayna dowladda 4 hayna hal kursi bas oo helay saasoo marka ku haray marka insha Allah ta'ala casharkeena meeshaasan kusoo hakinaynaa wa ilaa liqaa'in aakhara wasalaamu calaykum.